بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الدباء لعلاج الوزن الزائد والبدانة. القرع من الأغذية المهمة، وخاصة في هذا العصر، فهو يحوي على نسبة من الماء عالية جدا تصل إلى 95%، ويحوي العديد من المعادن، ويحوي كمية قليلة من السكر والألياف، والكثير من البوتاسيوم أيضا، والقليل من الصوديوم. ولذلك يؤكد العلماء أن القرع مناسب لإنقاص الوزن والمرضى ضغط الدم أيضا. وتؤكد الأبحاث الطبية الحديثة أن هذا النبات يفيد في الوقاية من السرطان، ويخفف الصداع. وربما نعلم لماذا كان النبي يحب هذا الغذاء، فعندما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما كان يتتبع الدباء. وهذا الحديث رواه البخاري، والله أعلم.